نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله، ومعالي الشيخ جابر العبد الله الجابر الصباح، ومعالي الشيخ فيصل سعود المحمد الصباح، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومعالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر صباح وزير شؤون الديوان الأميرية، ومعالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ومواقف تستهدف خير الأمة العربية بكاملها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وبمعيته أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، متوجهين إلى موكب حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه، من المطار الأميري إلى قصر بيان العامر قصر الضيافة إن شاء الله. الكويت تحتفي بضيفها الكبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بل إن جلالته في بلده بين أهله، فدولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة امتداد حضاري وثقافي ومجتمعي واحد وتاريخ مشترك يحفل بمحطات مشرقة. لقطات حية ننقلها لكم عبر تلفزيون دولة الكويت، لقطات تشهد مظاهر البهجة والسرور والفرح والوئام، ونحن نشاهد ضيف دولة الكويت اليوم خادم الحرمين الشريفين. إن هذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى دولة الكويت تجسد عمق العلاقة الأخوية الضاربة في التاريخ، ومتانة الترابط الشعبي بين البلدين، وما يجمعهما من مصير مشترك. ولن تنسى الكويت موقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان حينها أميرا لمنطقة الرياض، وكان خير نصير للقضية الكويتية بترأسه اللجنة السعودية لتقديم العون والإيواء للمواطنين الكويتيين الذين فتحت لهم بيوت أخوانهم السعوديين، يذكرنا بمشهد الأنصار والمهاجرين التاريخي.
محادثة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ستشكل دفعة قوية لعلاقات أخوية راسخة ومتماسكة. زيارة خادم الحرمين الشريفين الكويت تكتسب أهمية بالغة لكونها تأتي في ظل تحديات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنية تحيط بمنطقة الخليج تتطلب التشاور والتنسيق المشترك للتعامل معها. أخوات نشاهد وإياكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. هما يودون هذه الرقصة الشعبية والتي تنم عن حب ووئام تبادل مشترك لهذه المحبة بين قيادتي الشعبين. زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للبلاد تأتي بعد القمة الخليجية التي استضافتها مملكة البحرين الشقيقة، تعني الكثير نظرا للثقل الذي تمثله المملكة التي